السلام عليكم. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم، شيخ صالح، نعم، هل أستطيع أن أسألك سؤالا من فضلك؟ بارك الله فيك. نعم. طيب شيخ، أريد أن أسألك، هنا في أمريكا أنا أحب أن أسمع صوت الشيخ يحيى الحجوري، ولكن يوجد بعض الإخوة هم يحذروني من هذا الشيخ، ماذا تنصحني؟ وأنا لا أعرف الحجوري، لكن ما سمعت عنه إلا الخير. طيب أنت هل تنصحني أن أسمع أصواته ومحاضرته؟ اللي تستفيد منه اسمع. طيب شيخ، وبارك الله فيك، وهل تعرف أي أشخاص هنا في أمريكا، طلاب العلم أو مشايخ هنا في أمريكا؟ والله ما أعرف أمور. طيب جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. طيب، حياك الله.